تتم لدورة البلوجر. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بشرح كيف تقوم بجعل المدونة الخاصة بك سواء كانت بلوجر أو ووردبريس تتناسب مع جميع الأجهزة مثل الجوال، لكي عندما يقوم أي زائر الدخول إلى المدونة الخاصة بك يجد أن المدونة الخاصة بك جيدة وكما قلت ليست بها أي مشاكل. وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة، فتابعوا معنا الطريقة. أول شيء إخواني الكرام يجب أن نقوم بمعرفته، فمثلا هذا الموقع الخاص بي، سوف أقوم بجلب هذا الرابط ثم أتوجه إلى هذا الموقع. سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو كما العادة. الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم باختيار إحدى هذه الجوالات، مثلا سوف نختار هذا الجوال على سبيل المثال. هنا تقوم بوضع الرابط الخاص بالمدونة الخاصة بك، بعد ذلك تقوم بالنقل هنا على جيو ثم تنتظر لبضع ثواني، سوف يظهر لك الموقع الخاص بك. فكما تلاحظون فالموقع الخاص بي فهو متناسب مع الجوال، لكن هناك مشكل بسيط جدا وهو سوف نقوم بإصلاحه. لاحظوا معي هنا يظهر فقط نصف الفيديو، وهذا المشكل كما قلنا يعود إلى عدم تناسب كما قلت بعض الأكواد مع كما قلت مع الجوالات، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة. سوف نعمل على تجريب مدونة أخرى خاصة بأيضا هذه المدونة، وسوف تلاحظون أن نفس المشكل سوف نقع فيه، وسوف نصلح هذا المشكل إن شاء الله، وسوف تتمكن المدونة الخاصة بك من التناسب مع جميع الأجهزة، وبذلك يمكنك أن تقوم أن تكون مرتاح البال عندما يقوم أي زائر بالدخول إلى المدونة الخاصة بك. سوف يجد جميع الأشياء على حدة وجميع الأشياء مرتبة كما هي، فإذا كانت هناك بعض الأشياء متداخلة فيما بينها سوف يكون هناك نفور من كما قلت من الزوار، وهذا ما سوف يؤدي إلى كما قلت ارتفاع عدد ارتدادات على المدونة الخاصة بك، وهذا ما سوف يؤدي كما قلت بعض الأحيان إلى وقوع مشاكل على المدونة الخاصة بك، وهذا ما لا نريده كما قلنا مسبقا. ونحن إن شاء الله سوف نعمل على شرح هذه المسائل وسوف نقوم بتجاوز هذه المشاكل إن شاء الله في هذه الحلقة، ففقط فتابعوا معنا الطريقة. سوف نقوم بتجريب على هذا الموقع أيضا، نقوم بتحميل رابط خاص بالفيديو ثم نعمل على إضافته هنا، نقوم باختيار نقوم بتجريب موقع من جديد على هذا الشكل، نختار هنا أحد هذه الجوالات مثلا هذا الجوال، نقوم بوضع الرابط هنا ثم نقر على جيو. نفس الشيء هذا الهاتف، سوف تلاحظون المشكل في كما قلت كما تلاحظون يظهر فقط نصف الفيديو، وهذا مشكل كما قلت لكم عندما يقوم الزوار بمشاهدة هذه الأشياء. فمثلا عندما يقوم بتشغيل هذا الفيديو على سبيل المثال سوف يجد مشكل أن لا يظهر له النصف الآخر من الفيديو، وهذا كما قلت لكم مشكل كبير جدا، هذا ما سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الارتدادات على الموقع الخاص بك، وهذا ما سوف يؤدي عندما تكون هناك ارتدادات من الموقع سوف يكون هناك نفور من الزوار، وبذلك تكون قد قمت سوف تفقد عدد كبير من الزوار على المدونة الخاصة بك، وإن شاء الله سوف نعمل على حل هذه المشكلة، فتابع معي الطريقة. أول شيء إخواني الكرام هذا الكود سوف أضع لكم أسفل الفيديو، تابعوا معي الطريقة كيف سوف نقوم بعملية التكويد هذا الأشياء هذه الأكواد على القالب الخاص بنا. سوف نقوم بالدخول إلى المدونة الخاصة بنا البلوجر ثم نذهب إلى المظهر. أول شيء سوف نقوم به إخواني الكرام نتوجه إلى الجوال، سوف تظهر لك هنا خيارا هنا مباشرة على المدونة، سوف نختار هنا الجوال. لكن قبل أن نقوم بشرح هذه الأشياء إخواني الكرام، أول شيء دائما سوف تقومون به هو أن تقوموا بوضع نسخة احتياطية للمدونة الخاصة بكم حتى لا تكون هناك كما قلت لكم بعض الأخطاء في عملية التكويد أو شيء من هذا القبيل، بعد ذلك سوف تفقد القالب الخاص بك. بعد ذلك كما قلت نقول هنا على نسخة احتياطية، تختار تنزيل المظهر ثم سوف يظهر لك على هذا الشكل، ثم تختار سيف ثم نقوم بعملية إغلاق هذا الأخير. جيد، الآن سوف نتوجه إلى الجوال، نقوم بالنقر على هذه الأيقونة، سوف يظهر لك هنا إظهار مصدر الجوال للمظهر الحالي على أجهزة الجوال. كما تلاحظ نعم إظهار مظهر الجوال على أجهزة الجوال. هنا اختيار ثاني لا إظهار المظهر سطح المكتب على أجهزة الجوال، سوف نتركها كما كان على هذا الشكل، سوف نتركها على هذا الشكل، نقوم بعملية الحفظ. جيد، الآن سوف نقوم بالدخول إلى التعديل، وهذه الطريقة كما قلت لكم سوف تساعدك كثيرا كثيرا جدا على الحفاظ على الموقع الخاص بك وتحافظ على الزوار الخاص بك من الارتداد وغيرها من الأشياء. سوف نقوم هنا بعد الدخول إلى هذه الصفحة تختار Ctrl F على هذا الشكل، بعد ذلك سوف تقوم بوضع هذا الكود البيسكين.
كود بيسكين كما تلاحظون هنا، تقوم بوضعه. كما قلت هنا في محرك البحث سوف نقوم بالنقر على كنترول في بوضع هذا الكود خاص بالبيسكين ثم تنقل على اوكي. جيد، بعد ذلك سوف يظهر لك هنا كما تلاحظون سوف يظهر لك هنا خيارا، سوف ننقر هنا وسط هذين الكودين خاص بالبيسكين، وهنا سوف تظهر لك الاكواد الخاصه بالاس اس سي اس اس. سوف نقوم بالنزول الى الاسفل الى نهايه الكود الخاص بالبيسكين، وبعد ذلك سوف نقوم باضافه الكود فوق هذا البيسكين. بعد ذلك سوف نعمل على حفظ الاعدادات. دائما اخواني الكرام قم بوضع مسافه بين الاكواد حتى ان وقعت معك مشكله معينه، كنترول زائد كنترول زائد كنترول ثم حرف الزائد، بعد ذلك سوف يتم اعاده الامور على الى 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 مكانها الصحيح، وبعد ذلك يمكنك ان تقوم بعمليه الحفظ وتكون كما قلت القالب خاص بك جيد لا مشاكل به او شيء من هذا القبيل. بعد ذلك سوف نقوم بتحميل هذا الكود، نعمل له كوبي ثم نتوجه الى المدونه الخاص بنا، نقوم بعمل له بيست على هذا الشكل، بعد ذلك نقوم بعمليه الحفظ ثم ننتظر قليلا حتى يحفظ معنا القالب. سوف يتطلب الامر بعد الوقت، لكن كما قلت لكم لا يهم، في الاخير سوف نقوم بهذا الكود الاشاره فقط. هذا الكود سوف يعمل على التحسين كما قلت المظهر الخاص بالفيديوهات عندما تكون كما قلت كبيرة الحجم، سوف يقوم بهذا الكود بجعلها متناسبة مع الصفحة بالشكل الصحيح، وهذا ما سوف نلاحظه إن شاء الله بعد أن يقوم هذا الكود بالحفظ، وبعد ذلك سوف تلاحظون الفرق بين الطريق بين كما قلت قبل أن نقوم بتجريب الكود وكذلك بعد تجريب الكود، وسوف تلاحظون هناك فرق كبير جدا. وبذلك كما قلت سوف تقوم بتحسين المظهر الخاص بالمدونة الخاصة بك، وسوف تقوم كما قلت سوف تكون المدونة الخاصة بك جيدة جدا. جيد، الآن تم حفظ القالب، نقوم بالتوجه إلى المشاركات على هذا الشكل ثم نختار مشاركة معينة، نعمل كوبي ثم نتوجه الى الموقع الخاص ب كما قلنا الخاص بالجوالات، سوف نختار هذا الجوال على سبيل المثال، بعد ذلك نقوم بالنقر هنا على جيو ثم ننتظر ريتما يتم اظهار لنا كما قلنا التدوينه الخاصه بنا، وسوف نشاهد الفرق بين كما قلت قبل ان نقوم بتجريب الكود وبعد تجريب الكود. الان سوف نقوم بالنزول الى الاسفل وسوف نلاحظ كيف سوف يصبح المظهر الخاص بالمدونة الخاصة بنا وكذلك الفيديو بعد أن قمنا بعملية تحسين المظهر. ننتظر ريتما يتم إظهار لنا الفيديو. لاحظوا معي إخواني الكرام الآن تم إصلاح المشكل، لاحظوا معي الآن الفيديو قد أصبح بشكل جيد كما تلاحظون وأصبح متناسب مع الجوال كما تلاحظون. في السابق كان الفيديو يظهر نصف الفيديو فقط، الآن أصبح يظهر بشكل جيد كما تلاحظون إخواني الكرام. سوف نعمل على تجريب الأمر على إحدى المواقع الأخرى الخاصة بي، سوف نتوجه إلى المدونة الخاصة بي وبعد ذلك سوف نقوم بتجريب الأمر مرة أخرى. كما قلت لكم هذا الكود هو كما قلت يقوم بعملية تحسين المظهر الخاص بالفيديوهات وكذلك بعض الأشياء كما قلت المتعلقة بالقالب، وكما قلت عملية سهلة جدا فقط يمكنك أن تقوم بتطبيق الأمر الذي قمت به، وإن شاء الله سوف تقوم بحل هذه المشاكل. سوف نتوجه إلى المظهر على هذا الشكل ثم نقوم باختيار الجوال وكذلك طريقة التعديل على الجوال. كما قلنا دائما قم باختيار نسخة احتياطية حتى لا تقع في بعض المشاكل، ثم تختار هنا تعديل على الـ HTML ثم ننتظر حتى يحفظ معنا القالب، ثم نقوم بعملية جلب الكود نفس الكود الذي قمنا بالتعديل عليه في كما قلت في المدونة الأولى، ثم نقوم بعملية البحث على كنترول في على البيسكين هذا الشكل ثم نقول على أونتري ثم نقوم بفتح البيسكين. جيد، الآن نقوم بوضع الكود
فوق البيسكين مباشرة على هذا الشكل. نقوم بعمل إسباس ثم نقوم بجلب الكود الخاص بنا، نعمل له كوبي على هذا الشكل كنترول S ثم كنترول V. بعد ذلك نقوم بعملية الحفظ ثم ننتظر قليلا حتى يحفظ معنا القالب، وبعد ذلك سوف نعمل على تجريب الأمر مرة أخرى كيف سوف يصبح شكل الفيديو وكذلك على الجوال وكيف سوف تكون الأمور. جيد، تم حفظ القالب بنجاح. نختار هنا المشاركة ثم نختار عرض ثم نقوم بتجريب الرابط الخاص بهذه التدوينة ثم نختار هنا هذا الجوال ثم نضيف الرابط هنا على هذا الشكل ثم نختار جيد. كما تلاحظون إخواني الكرام، هذه هي كما تلاحظون فالقالب أو المدونة الخاصة بي فهي متناسبة مع الجوال. نفس الشيء بالنسبة للصورة، تظهر بشكل جيد بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. هناك بعض القوالب أو بعض المدونات سوف تظهر لهم الصورة بشكل كبير جدا. كما تلاحظون إخواني الكرام، تم إصلاح المشكل أيضا في هذه المدونة. كما تلاحظون الآن أصبح الفيديو يظهر بشكل جيد. بطريقة سهلة جدا قمنا بإصلاح مشكل خاص بالجوال بعد أن قمنا بإتمام جميع الخطوات. الآن سوف نقوم بتجريب كما قلت المدونة الخاصة بنا في إحدى المواقع المختصة في فحص إن كانت هذه المدونة الخاصة بك متناسبة مع الجوال أم لا. بالنسبة لهذه الصفحة الخاصة بتابعة لجوجل كما قلت، هذه الصفحة تخول لك لمعرفة هل المدونة الخاصة بك كما قلت متناسبة مع الجوال. سوف نقوم بوضع الرابط هنا الخاص بتدوينة معينة ثم بعد ذلك نقوم بعملية تجريب العنوان ثم ننتظر لبضع ثواني. كذلك لدينا الرابط الخاص بهذا الموقع، ثم ننتظر قليلا سوف يتم جلب لنا الصفحة وسوف تلاحظون بأعينكم بأن الصفحة متناسبة مع الجوال. كما تلاحظون ليست هناك أي أخطاء أو شيء من هذا القبيل. إذا لاحظتم معي هنا الصفحة متناسبة مع الجوال، سوف تظهر لك باللون الأخضر. هذه الصفحة سهلة الاستخدام على الجوال كما تلاحظون، الأمر سهلة كما قلت لكم إخواني الكرام. كذلك هنا لدينا الموقع آخر الذي هو باج سبيد، يمكنك أن تقوم بوضع رابط هنا الخاص بالمدونة أو تدوينة التي تريد أن تقوم بتجريبها، هل متناسبة مع الأجهزة الأخرى مثل الجوال وغيرها من الأجهزة الأخرى. وبهذا تكون قد قمت بمعرفة هل المدونة الخاصة بك تتناسب مع الجوال أم لا. هذه الخطوات كما قلت لكم فهي ضرورية ومهمة جدا حتى إن كنت تريد أن تقوم بعملية ترقية الحساب الخاص بك أو المدونة الخاصة بك، إن كنت تريد أن تقوم بتقديمها إلى جوجل أسنس يجب أن تكون متوافقة مع الجوال وغيرها من الأجهزة الأخرى. كما تلاحظون نفس الأمر هنا، هذه الطريقة فهي بسيطة جدا. أتمنى إخواني الكرام أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا إخواني الكرام دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.